صباح الخير يا جيتري، اليوم لدينا تمارين حرف غ. لنفتح على صفحة رقم 84. تمرين رقم 5، أكمل الكلمات الآتية بالحرف غ الناقص منها. كما تعلمنا، حرف غ لديه عدة أشكال: غ بأول الكلمة، وغ بوسط الكلمة، وغ بآخر الكلمة متصل، وغ آخر الكلمة منفصل. لنرى الكلمة الأولى: فراغ. أ ب أين يأتي الفراغ؟ في أول الكلمة أم في وسط الكلمة أم في آخر الكلمة؟ نعم، يأتي في أول الكلمة. إذن سنضع حرف غ بأول الكلمة ليتصل بالحرف الذي بعده ونقرأ: غ-ب. أحسنتم. الكلمة الثانية: أين نرى الفراغ؟ نعم، أول الكلمة. إذن سنضع حرف غ بأول الكلمة ونقرأ: غ-زا-لو، غزالو. الكلمة الثالثة: الفراغ بأول الكلمة. لنقرأ: غازي، غازي. ننتقل إلى السطر الثاني: بز فراغ. إذن سيكون حرف الغ بآخر الكلمة. لنرى الحرف الذي قبله: ز. هل الز يتصل بالحرف الذي بعده؟ أحسنتم، لا يتصل. إذن أضع حرف غ آخر الكلمة منفصل: ب ز غ. الكلمة الثانية من السطر الثاني: ب ب فراغ آ. سنضع حرف غ بوسط الكلمة ليتصل بالحرف الذي قبله والحرف الذي بعده. لنقرأ: ب ب غ ب ب غ. الكلمة الأخيرة: أين نرى الفراغ؟ أحسنتم، بأول الكلمة. إذن سنضع حرف غ بأول الكلمة ونقرأ: غ-ري-ق، غريق. تمرين رقم 6: في الدائرتين 4 أحرف متشابهة تؤلف كلمة، اكتبها في المستطيل. إذن لدينا في الدائرة 4 حروف متشابهة. لنرى أول حرف، ما الحرف الذي أخذناه؟ غ. أحسنتم، إذن نكتب حرف غ بالمربع الأول. لنرى ما الحرف الثاني المتشابه في الدائرتين. يي. نعم، يي. إذن نضع حرف يي بالمربع الثاني. نرى أيضا حرف ما. ما في الدائرتين لدينا حرف ما، لنضعه في المربع الثالث. آخر حرف نرى تون، أليس كذلك؟ في الدائرتين لدينا تون. لنجمع الحروف: غ ي غي ما تون، غيمة. لنكتب غيمة في المستطيل. راجعوا حلكم، أتمنى أن تكونوا قد حللتم بشكل صحيح.
والآن لنفتح على صفحة 85. تمرين رقم 7. ألف كلمة من أحرف كل مجموعة واكتبها. لنقرأ أول مجموعة: غو بن را. غو بن را. دائما تنوين الضم يأتي على آخر حرف بالكلمة، إذن بن سيكون آخر حرف بالكلمة. لنقرأ الحرف الأول غو، الحرف الثاني را، صوت طويل را، والحرف الأخير بن. غو را بن، غراب. أحسنتم. لننتقل إلى أحرف المجموعة الثانية: ب غ ب أن. لنشغل عقلنا، نرى الهمزة عليها تنوين ضم أن، إذن أن ستكون آخر حرف في الكلمة. لنقرأ ب ب، الحرف الثاني ب غ أن، ببغاءن. هيا يا شطار، لدينا حرف الباء أول الكلمة وحرف الباء وسط الكلمة. ب ب غ، سيتحول حرف الغاء إلى وسط الكلمة ليمسك بالباء، ببغاءن. لننتقل إلى المجموعة الثالثة، نقرأ الأحرف را فا غن. إذن غن سيكون آخر حرف بالكلمة لأن عليه تنوين الضم، وتنوين الضم دائما يأتي على آخر حرف بالكلمة، لا ننسى تلك المعلومة. غن، الحرف الأول ف را غن، فراغن. تأكدوا من حلكم يا أطفالي، أتمنى أن تكونوا قد حللتم بشكل صحيح. والآن افتحوا على آخر صفحة بالتمارين، صفحة 86. تمرين رقم 9. أجيبوا عن أسئلة الآتية بكلمات تتضمن الحرف غ. السؤال الأول: ضد شروق الشمس ما هو؟ نحن نقول عند شروق الشمس شروق، وعند غروب الشمس، نعم غروب. لنكتب عند السؤال الأول غروب، غروب. السؤال الثاني: ينزل منها المطر، ما هي؟ من أين تأتي المطر؟ من السماء، رب العالمين ينزل لنا المطر من السماء، أليس كذلك؟ طيب بالسماء، ما هي التي تنزل لنا المطر؟ غيمة. أحسنتم، غيمة، غيمة. السؤال الثالث: ضد ما الآن؟ نحن نقول عن هذا الوعاء ممتلئ، إذن الوعاء الذي لا يكون ممتلئ ماذا؟ نعم فارغ، فارغ. أحسنتم. السؤال الأخير: وجبة طعام تؤخذ بين وجبتي الصباح والعشاء، ما هي؟ في فترة الظهيرة، ما هي هذه؟ ما اسم هذه الوجبة؟ نعم غداء. لتكتبوا كلمة غداء. السؤال الأخير، سؤال رقم 10. املأ الفراغ
بكلمة مناسبة. لنقرأ الكلمات: غازي، غازي. الغرابي، الغرابي. الغابتي، الغابتي. الغيمتي، الغيمتي. فارغ، فارغ. لنقرأ الجمل ونحدد ماذا سنضع في الفراغات. لنقرأ الجمل: لعب، لعب. فراغ، مع الغزال في فراغ. لنعود: لعب، من هو الذي لعب مع الغزال؟ نعم، هو غازي. إذن سنكتب لعب غازي. سنكتب بالفراغ الأول غازي. لعب غازي مع الغزال في، أين لعب؟ في الغابة. أحسنتم. سنكتب في الفراغ الثاني الغابة. الجملة الثانية: ظهر، ظهر. غزال، غزال. قرب، قرب. غدير، غدير. غدير ماذا؟ بقي عنا الغرابي والغيمة وفارغ. إذن قرب غدير. نعم، فارغ. ظهر غزال قرب غدير فارغ. الجملة الأخيرة: طلب، طلب. غازي، غازي. من، من، من ما، من من طلب غازي أن يطير إلى الغيمة؟ إذن طلب غازي من الغرابي، الغرابي، أن يطير، يطير إلى، إلى أين؟ بقي عنا كلمة أخيرة لم نستخدمها، الغيمة، الغيمة. أحسنتم. تأكدوا من حلكم يا أطفالي. أتمنى أن تكونوا قد حللتم بشكل صحيح. مع السلامة.